السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم طيبه؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وهذا هو الاهم يا رب العالمين. ودخل علينا ودخل عليكم هذه الايام الجايه بالفرح ويرفع علينا الوباء يا رب العالمين. المهم جيت نقدم معكم واحد التحليه كتجي رائعه ومغذيه ومفيده بالمواد اللي فيها، كتجي اكثر من رائعه وصحيه وفيها لي فيتامين. المهم مشاركه معكم هاد التحليه للسحور مثلا ولا شي حاجه هكايا. المهم المكونات ديالها هو الحليب، عندنا واحد التمر، وانتم الغار في القيمه الغذائيه ديال التمر يا حبه، يكون فردي زعما ديروا فرديين. ديما حنا التمر كناكلو فردي، تاكل من واحد ثلاثة خمسة سبعة وغادي هكايا حتى اللي بغيتي. عندنا واحد الكميه ديال التمر، وعندنا واحد الموزه تكون بهذا الشكل، تكون طايبه ناضيه، هي اللي غتعطينا واحد اللذه. قد ما طاب البنان عندكم في الدار كيعطي المذاق وكتفك الريحه ديالته في الدار عندكم. وعندي واحد جوج اكياس ديال الفلون بنان، نيت حتى انا غندير البنان، درتهم بنان يعني موز، صافي السكر حسب الذوق. وهادي في الفخوي ووج تنديرهم للتزيين. ما عندكمش لي فخوي ووج ديروا اي حاجه عندكم، لوز ولا جوز ولا اي حاجه عندكم في الدار، زوقوا بها السطح ديال لي فيغوم ديالكم. صافي هادشي اللي كاين عندي. دابا انا غندير الحليب مع هاد الموزه في هاد الكاس الخلاط الكهربائي، يطحنوا هما والتمر والحليب، ايوا نتلاقى معاكم باش نديروا فيهم فلون ونديروهم يغلاو على البوطه. في الخلاط درنا الحليب، غندير كد التمر دا يا حبه دي يكون زعما فردي، غنديرو حنايا كاين شي سبعه ولا تسعود، تسعود الحبه تقريبا على حساب الحليب اللي عندنا. وانتم كتحكموا في الخطوره اللي بغيتو، وراعيو زعما الحليب ما ديروش بزاف لحقاش راسك اصلا التمر حلو. زعما اللي عنده العسل يدير في بلاصه السكر، ما يديرش السكر نهائيا مع التمر حلو، ودير شويه العسل غيجي الفائده اكثر. المهم نبقاو مكملين غاديين هكايا، نكملو ديك الحبات تاع التمر ديالنا. قلت لك يا حبات يكونوا فرديين، ونزيد عليهم هذيك الموزه ديالنا ونطحنوا الكل، عاد نزيدو معاهم هذاك الجوج اكياس ديال الفلون. دابا غنزيدو الحبة ديال الموز ديالنا، نقشروها ونزيدوها. ونطحنو الكل، عاد نديروه راه نديرو حنا نديرو نمشيو نديرو داك الميكسور يطحن هادشي بلا صداع زعما نخليكم، وعاد نزيدو مع نديرو معكم نديرو في هادشي في الكاسر نصفيو. المهم نتوما معانا، المهم طحنو ورجعو. المهم حنا طحنا العصير ديالنا، ها هويا دابا بقى لينا غير نصفيو ونديرو فيه دوك جوج اكياس ديال الفلون ونديرو على النار يغلي. المهم حنا صفينا، ضروري تصفيو البنات باش تحيدو القشور ديال التمر. صافي باقي لينا دابا غير نزيدو داك جوج اكياس ديال الفلون، ونزيدو السكر حسب الذوق البنات. قلت لكم اللي عندكم العسل يكون الفائده احسن، حيت هذا صحي بزاف، هاد التحليه صحيه من فوائد ديال الحليب وفوائد ديال التمر والبنان راه نتوما عارفين. المهم غنزيد داك جوج اكياس ديال الفلون. انا كندير هاد الطريقه البنات، كندير الفلون في السكر في سنيده حتى كنحيد الحويبات ديالو، حيت ملي كنديرو في الحليب مباشره كيبقى ليا الكويرات. انا هاد الطريقه ديالتي كنعتمدها، كندير في سنيده معاها الفلون الساشيه ديال الفلون، عاد كنديرو في الحليب باش نتفادى داك الكويرات اللي كيبقاو ديال الفلون. المهم غنحرك مزيان، غنزيدو من الحليب وندير كلشي يغلى.
صافي غادي نبدا بالغلاو. نديرهم على النار، غنديرهم في الكيسه ديالهم. دابا حنا غنزوقوا التحليه ديالنا كل واحد والطريقه ديال التزيين ديالو. حنا عندنا اقتراحين غنزينهم قدامكم، هاد لي فيغوم اللي درناهم بهاديك التحليه. الاول غنديروا ليها الموز يعني البنان ترونش. تيقوني البنات هاد التحليه كتكون رائعه ومفيده للسحور ومقويه. غنديرو ليه البنان يعني الموز، هانتوما كيبان ليكم التوضيح. وانتوما عندكم اختيار تزوقو باش ما بغيتو، عندكم فواكه جافة زوقو. غنديرو كراميل من الفوق، وشكل ثاني غنديرو ليه هذوك الفواكه حمراء يعني فخوي روج، فرامبواز وتوت. هانتوما البنات هاد جوج اقتراحات، وتقدروا تعوضوا الفلون ديال البنان اللي درت انا مع الفلون البنان، ديروا فلون كراميل حتى هو كيجي واعر ومنظر والشكل ديالو. نتمنى تجربوا هاد التحليات وتردوا علينا في لي كومونتير زوينه، وما تنساوناش من الدعم والاشتراك والمشاهده الكامله ثم الكامله.